بسم الله والابن الروح القدس الاله الواحد امين. شخصيه هذا اللقاء عن ابراهيم، ابونا ابراهيم ابو الاباء. ابراهيم شخصيه مهمه خالص في الكتاب المقدس، ويعتبر أبو الآباء والنموذج للإيمان. وسفر التكوين بيحكي حكايته وحياته بالتفصيل من أور إلى كنعان، وعهده مع الله وإيمانه الدائم، والوضع قوي جدا في حكاية تقديم إسحاق ذبيحة. والإضافة لكده إن قصة إبراهيم بتركز على موضوعات كتيرة زي الإيمان والطاعة وزي غنى المواعيد الإلهية. فعشان كده قصة إبراهيم تعتبر يعني مصدر للتأملات الروحية واللاهوتية. ومن خلال قصة إبراهيم ممكن نتعرف أكتر على شخصية الله نفسه، نتعرف على شخصية الله نفسه. قصة إبراهيم واخدة في سفر التكوين تقريبا من إصحاح 12 لإصحاح 22، وفي إشارات كبيرة كتيرة عنه في رسائل بولس الرسول، وبالأخص في الرسالة إلى العبرانيين، وطبعا في رسالة الرومان، وبرضو يعقوب الرسول أشار لي. إبراهيم بيدعى خليل الله. كلمة خليل الله يعني صديق الله، صديق الله. يعني ما تروح ترجمة إنجليزية يقولك friend of God، خليل الله. والتسمية دي موجودة في عدة مواضع من الكتاب المقدس. فمثلا في إشعياء 41:8 يقول: أما أنت يا إسرائيل عبدي، يا يعقوب الذي اخترته، نسل إبراهيم خليلي. فبيتكلم عن إبراهيم أنه صديقه، نسل إبراهيم صديقي. ده الرب، السيد الرب بيتكلم: نسل إبراهيم خليلي، إبراهيم خليلي. وفي أخبار الأيام الثانية صح 27 بيقول: ألست أنت إلهنا الذي طردت سكان هذه الأرض من أمام شعبك إسرائيل وأعطيتها لنسل إبراهيم خليلك؟ يعني بيوجه الكلام لربنا وبيقول له إبراهيم خليلك أو صديقك إلى الأبد. ويعقوب 2:23 يقول: آمن إبراهيم بالله فحسب له برا ودعي خليل الله، خليل الله أو صديق الله. فإبراهيم هو صديق الله، خليل الله. يعني ما في شخصية تانية أخذ الصفة دي غير إبراهيم. لكن في العهد الجديد الرب يسوع بيقول لتلاميذه: لا أود أسميكم عبيد بل أحباء. وكلمة أحباء ممكن يبقى في أصلها كلمة أصدقاء. ليه اتقال إنه خليل الله؟ أولا اتقال إنه خليل الله لأن قصته مليانة بالإيمان والطاعة المطلقة غير العادية، إيمان لا يتزعزع. ودي وضحت في تكوين 22 إن إبراهيم ما ترددش إن هو يطاوع ربنا، لدرجة عندما ربنا طلب منه يقدم إسحاق ذبيحة فطاوع، وكان رايح فعلا يقدم إسحاق ذبيحة. فهو سمي خليل الله أو صديق الله أولا من أجل طاعته ومن أجل إيمانه
الإيمان العجيب القوي والطاعة العجيبة. كمان سمي خليل الله من أجل التواصل المستمر مع ربنا، يعني بيتكلم هو ربنا وربنا يتكلم معاه، ولدرجة أنه مرة من مرات ربنا بيكلم إبراهيم كأنه بيكلم صديقه، بيقول له هل أنا أخفي على عن عبد إبراهيم أنا فاعله، يعني بيقول له شايف إبراهيم أنا رايح أعمل إيه، فبيكشف له سره، وكان بيكلم عن سدوم في الوقت ده. فالتواصل المستمر مع الله وانفتاحه على الله، والله يفتح له قلبه ويكلمه عن الخطط بتاعته، ده كله خلاه يدعى في الكتاب المقدس خليل الله أو صديق الله. الحاجة الحلوة كمان اللي بيتميز بيها أبونا إبراهيم أن ربنا نفسه دعي إله إبراهيم، يعني سمعنا عن إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب، فالله دعي إله إبراهيم، وده في أكتر من مكان في الكتاب المقدس. لو عملت سيرش بحث في الكتاب المقدس هتلاقي في العهد الجديد وفي العهد القديم بيدعى الله أو لقب من ألقاب الله إنه إله إبراهيم، برضو إله إسحاق وإله يعقوب، وزي برضو دعي قبل كده أو بعد كده إله دانيال. فنلاقي هذا اللقب عبد إبراهيم بيتكلم عن إله سيده إبراهيم في تكوين 24:12، وبيقول هو بيصلي أيها الرب إله سيدي إبراهيم. يعني دي تخلينا نتعلم حاجة، ممكن احنا بنكلم ربنا نقول له يا إله إبراهيم، فبيقول له أيها الرب إله سيد إبراهيم يسر لي اليوم واصنع لطفا إلى سيدي إبراهيم. لما كان رايح يجيب يخطب عروسة لإسحاق ابن إبراهيم، فهو بيصلي وصف ربنا أو دعا ربنا باسم إله سيد إبراهيم. برضو يعقوب أما بيتكلم مع لبان خاله بيشير لله على أنه إله إبراهيم. يعقوب ده طبعا كان حفيد إبراهيم، هو ابن إسحاق ابن إبراهيم. ففي تكوين 31:42 بيقول للبان لولا أن إله أبي إله إبراهيم وهيبة إسحاق كان معي لكنت الآن قد صرفتني فارغا. فهو بيتكلم عن الله باعتباره إله، إله إبراهيم. ولما عمل يعقوب العهد بينه وبين لبان قال إله إبراهيم وآلهة نحور آلهة أبيهما يقضون بيننا، فقال من ناحيتي أنا إله إبراهيم ومن ناحيتكم أنتوا، لأنه كانوا بيعبدوا آلهة أخرى، الآلهة بتاعكم هم اللي يقضوا بيننا. فبرضه وصف الله أو أطلق على الله تعبير إله إبراهيم. الله نفسه لما كان بيتكلم مع موسى في أكتر من موقف وصف نفسه أنه هو إله إبراهيم. فمثلا لما زار في العليقة لموسى وابتدى يكلم موسى، ففي خروج 3:6 قال لموسى أنا إله أبيك إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب. وربنا له اسم في العهد القديم اللي هو يهوه، ولكن ليه ألقاب كثيرة، فمن ضمن الألقاب اللقب بتاع إله إبراهيم، واستخدمه لما ربنا ظهر لموسى في العليقة قال له أنا إله أبيك
إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب. وبعد كده قال طب لما موسى سأل طب اسمك إيه؟ أقول لهم اسمك إيه؟ قال له قل لهم إن أنا يهوى. فهو اسمه يهوى ولكن لقبه في العليقة إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب. في خروج 3:15 لما موسى بيقول لربنا طب أنا أروح لشعب إسرائيل أقول لهم إيه؟ قال لهم مين اللي بعتني ليكم؟ فقال له هكذا تقول لبني إسرائيل يهوى إله أبائكم إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب أرسلني إليكم. فهنا رد ربنا كان بالاسم وباللقب، أنا اسمي يهوى وأنا اللقب بتاعي إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب. في نفس الوقت في 3:16 خروج 3:16 ربنا قال لموسى تجمع بني إسرائيل وتقول لهم الرب إله أبائكم إله إبراهيم. كلمة الرب هنا برضو في العبرية يهوى، فبيقول له روح اجمع شيوخ إسرائيل وقول لهم يهوى إله أبائكم إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب ظهر لي قائلا إني قد افتقدتكم وما صنع بكم في مصر. برضو خروج 4:5 نفس الحكاية، قال عشان يصدقوا لكي يصدقوا أنه قد ظهر لك الرب إله أباهم إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب. نفس الكلام برضو سيد الرب نفسه استخدم هذا اللقب إله إبراهيم. ده خلينا أنا بقول الحاجات دي كلها ليه؟ عشان تهيئنا ان احنا قصة ابراهيم ما هيش مجرد قصة ابراهيم، لكن هي اصلا قصة اله ابراهيم مع ابراهيم، وده يمكن اللي نبتدي بيه بعد شوية في الكلام. هو الشخصية اللي احنا بنشوفها في حياة ابراهيم مش مجرد ابراهيم كشخص، ولكن السيد الرب يهوى اله ابراهيم نفسه في تعاملاته مع إبراهيم. اللي هي النبي برضه في ملوك الأول 18:36 لما كان بيقدم الذبيحة في وجود كهنة البعل وهم قدموا الذبيحة والنار ما نزلتش، وبعدين هو ابتدى يصلي لما جاء عليه الدور يقدم الذبيحة. فبيقول ملوك الأول 18:36 وكان عند صعاد التقدمة أن إيليا تقدم وقال أيها الرب إله إبراهيم وإسحاق وإسرائيل ليعلم اليوم أنك أنت الله في إسرائيل وإني أنا عبدك وبأمرك قد فعلت كل هذه الأمور. برضه هنا لما بيقول أيها الرب إله إبراهيم برضو أصلها في العبرية يا يهوى إله إبراهيم، وبرضو هنا بينادي ربنا باسمه وبيناديه باللقب بتاعه إنه إله إبراهيم وإله إسحاق وإسرائيل. حزقي الملك لما بعت رسالة لإسرائيل ويهوذا وإفرايم ومنسة عشان يرجعوا للرب قال لهم في أخبار التانية 30:6 ارجعوا إلى الرب إله إبراهيم وإسحاق وإسرائيل. إسرائيل هو طبعا يعقوب. فهنا برضو ارجعوا إلى يهوى إله إبراهيم، فبرضو هنا ذكر الاسم وذكر اللقب اللي هو إله إبراهيم. حاجات كتيرة مش كده؟ يعني اللقب اتكرر كتير قوي. داود النبي في مزمور 47:9 بيتكلم عن الله برضو بلقب إله إبراهيم، فبيقول إيه؟ شرفاء الشعوب اجتمعوا شعب إله إبراهيم.
فبيعتبر ان شرفاء الشعوب والشعب شعب الله هو شعب اله ابراهيم، برضو بيستخدم اللقب اله ابراهيم. كل دي حاجات في العهد القديم. طب في العهد الجديد هل اللقب ده يعني نزل او مش بيستخدم؟ لا طبعا اللقب برضو بيستخدم في العهد الجديد، لدرجة ان الرب يسوع نفسه استخدم هذا اللقب اله ابراهيم لما كان بيتكلم عن القيامة من الاموات في متى 22-32، وبرضه في مرقس 12-26، ملوك 20-37، استخدم ربنا يسوع لقب إله إبراهيم عشان يتكلم إن هو إله أحياء مش إله أموات. فبيقول في متى 22-32 بيشير للحادثة بتاعت العليقة، وربنا قال إيه لموسى؟ فبيقول أنا إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب. بيقول إن ربنا ظهر في العليقة وقال لموسى أنا إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب، وعقب الرب يسوع وقال ليس الله إله أموات بل إله أحياء، عشان نثبت موضوع القيامة. فهنا واضح إن ربنا يسوع المسيح برضو استخدم اللقب بتاع إله إبراهيم. بطرس الرسول يوم البنتيقوستي وهو بيتكلم للشعب بعد حلول الروح القدس في أعمال 3-13 برضو قال إن إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب إله أبائنا مجد فتاه يسوع الذي أسلمتموه أنتم وأنكرتموه أمام وجه بيلاطس وهو حاكم بإطلاقه. فهنا برضو بيستخدم نفس اللقب، عايز أكلمهم عن الله اللي بيعبده فاستخدم نفس اللقب بتاع إله إبراهيم. آخر حاجة أقولها للادي أن في أعمال الرسل لما استفانوس كان بيقول الخطاب بتاعه قدام المجمع وبيروي تاريخ إسرائيل قبل ما يرجموه، فذكر لقاء موسى مع الله عند العليقة المشتعلة، فقال في أعمال 7-32 أن ربنا قال أنا إله أبائك إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب. برضو استفانوس استخدم نفس اللقب إله إبراهيم. فكل الأحداث اللي ذكرتها دي سواء في العهد القديم أو في العهد الجديد بتظهر إزاي اللقب بتاع إله إبراهيم استخدم في الكتاب المقدس للتأكيد على عهد الله واستمرارية عهد الله وأمانته عبر الأجيال من الآباء عبر تاريخ إسرائيل وحتى عصر العهد الجديد. زي ما قلت لكم من شوية إن إحنا لما جينا ندرس أو لما حبينا نفكر إن إحنا ندرس قصة حياة إبراهيم لقينا إنها مش مجرد قصة حياة الشخص، لكن هي تاريخ علاقة الله بالشخص ده، تاريخ علاقة الله بالشخص ده أو يظهر منها صفات الله من خلال الأحداث اللي حصلت في حياة إبراهيم. فدراسة صفات الله زي ما صورها الكتاب في حياة إبراهيم مهم جدا لعدة أسباب، لأنه بيقدم رؤية واضحة حوالين طبيعة الله وصفاته. زي مثلا الله يحب يتواصل مع الإنسان، وزي مثلا الله صانع العهود، وزي مثلا الله هو المعطي، وزي مثلا الله هو المحامي، والله هو المرشد، والله هو الصالح. كل الصفات دي كلها اللي قلتها بسرعة دلوقتي وغيرها كلها خصائص إلهية أو صفات إلهية هنلاقيها في الله، واضحة جدا من خلال القصص بتاعت اللي بتروي حياة إبراهيم، ومن خلالها نقدر نتعرف أكتر ونفهم أكتر شخص الله
وبرضه في نفس الوقت هنتعرف شوية على شخصية إبراهيم من خلال الأحداث. فإذا كنا هنبدأ إن احنا ندرس صفات الله زي ما ظهرت في حياة إبراهيم، أعتقد إن أول صفة واضحة أتكلم عليها الليلة دي هو تواصل الله وإعلانه لنفسه. يعني إيه تواصل الله؟ يعني الله يحب يتواصل مع الإنسان زي ما بيتواصل مع إبراهيم، يحب يتكلم مع الإنسان. فرواية حياة إبراهيم في الكتاب المقدس بتصور الله أو بتظهر الله إنه متواصل أو متكلم أو كاشف أو معلن عن نفسه، وإنه بيحب يتعامل بنشاط مع الشخص اللي بيختاره، ويحب يتكلم معاه، ويحب يكشف ليه عن ما في ذهنه وما في قلبه. زي ما قلت لكم من شوية، زي الحادثة بتاعت سدوم، قبل ما ربنا يهلك سدوم راح لإبراهيم وقال له أنا مش هخبى عنك، أنا هعمل كذا كذا كذا. تخيل كده، يعني بتبقى حاجة كبيرة قوي لما تبص تلاقي الإله نفسه يكلم إنسان ويقول له على رأي على فكرة أنا عايز أقول لك على سر، أنا رايح أعمل كذا كذا. زي ما بيقول الكتاب سر الرب الخائفي، إنه الله لو يحب يعمل حاجة بيكشفها لعبيده الأنبياء أو للناس القريبين جدا منه. فالله بيتكلم والله بيتواصل، يعني كون ان الله غير منظور مش معنى كده انه ساكت او صامت. الله بيتكلم، وممكن يتكلم بطريقه يفهمها الانسان ويبقى الصوت واضح. انا الحقيقه بندهش قوي لما ادخل في قصه ابراهيم والاقي ربنا عمال يتكلم معاه، زي ما قلت لكم من شويه، يتكلم معاه بوضوح، مش مجرد شعور بشعوره في القلب أو حاجة بيحسها، لا ده الكلام واضح. هديكم أمثلة عشان نوضح النقطة دي. يعني مثلا دعوة الله لإبراهيم في تكوين 12 العدد 1-3 يقول: وقال الرب لأبرام، أبرام اللي هو الاسم الأصلي بتاع إبراهيم قبل ما ربنا غيره لإبراهيم، وقال الرب لأبرام: اذهب من أرضك ومن عشيرتك ومن بيت أبيك إلى الأرض التي أريك، فاجعلك أمة عظيمة، أباركك وأعظم اسمك وتكون بركة، وأبارك مباركيك ولعنك ألعنه، وتتبارك في جميع قبائل الأرض. السؤال، يعني هو إبراهيم سماحة زي دي؟ أقول لك سماحة إن ربنا بيكلمه، ربنا بيكلمه. تخيل بقى لما توصل لدرجة إن واحد يسمع الرب الإله نفسه بيكلمه وقال له يا إبراهيم، وكمان إبراهيم عرف إن ده صوت الرب الإله، لأنه لما قال له اذهب من أرضك ومن عشيرتك ومن بيت أبيك فعلاً تصرف، وفعلا راح خد عيلته ومشي وخد لوط معاه، بيبقى معناه ان هو سمع صوت بوضوح. فهنا واضح ان الله بيتكلم. اذا كنت انا وانتو مش بنسمع صوت الله واضح، المشكله مش في ربنا، المشكله فينا احنا، ان احنا ما عندناش الاذن المفتوحه الروحيه المفتوحه اللي تقدر تستوعب أو تسمع صوت الله. عارف زي كده الراديو أو التلفزيون بيبقى الموجات والأصوات كلها موجودة في الهواء، ولكن لازم تظبطها على تردد معين عشان التلفزيون يجيب لك القناة أو الراديو يجيب لك المحطة اللي هتسمعها. لما كنتش تظبط على التردد المظبوط، الصوت موجود والصورة موجودة
ولكن التردد ايه اللي انت ظابط عليه ايه؟ غلط. فايه المشكله فينا؟ المشكله ان احنا مش عارفين نسمع صوت ربنا، ان احنا مش ما وصلناش للتوافق بيننا وبين الله لدرجه ان احنا نقدر نسمعه. عبرانيين 11:8 بيقول بالإيمان إبراهيم لما دعي أطاع. أدام أطاع يبقى عمل إيه؟ يبقى سمع الصوت. أمال هيطاع إزاي؟ أطاع أن يخرج المكان الذي كان عتيدا أن يأخذه ميراثا، فخرج وهو لا يعلم إلى أين يأتي. فواضح أن إبراهيم سمع الدعوة بوضوح، بدليل أن هو طاوع ومشي. ما كانش إيحاء، ما كانش فكر في دماغه، ما كانش حتى حلم، ما كانش حاجة. ده صوت بيتكلم، صوت بيتكلم زي ما أنت بتسمع صوت دلوقتي. إبراهيم سمع صوت ربنا وطوع. اتكررت الحكاية دي في تكوين 13 لأعداد 14-17 لما انفصل إبراهيم عن لوط. الله اتكلم معاه مرة تانية وجدد له الوعد بالأرض وبالنسل، وقال له بص وشوف كده نجوم السماء وتراب الأرض قد إيه الناس تكيبها كتير. فهنا في تكوين 13 يقول وقال الرب لأبراهيم بعد اعتزال لوط عنه ارفع عينيك وانظر من الموضع الذي أنت فيه شمالا وجنوبا وشرقا وغربا، إن جميع الأرض التي أنت ترى لك أعطيها ونسلك للأبد، وأجعل نسلك تراب الأرض حتى إذا استطاع أحد أن يعد تراب الأرض فنسلك أيضا بعد يعد. قم امشي الأرض طولها وعرضها لأني لك أعطيها. غريبة، ده الله بيتكلم وبيدي وعد لإبراهيم، وإبراهيم بيسمع وبيفهم وبيآمن وبيصدق. فالصفة العجيبة اللي بنتكلم عليها أول صفة هو الله المتواصل أو المتكلم أو المعلن عن نفسه في حياة إبراهيم. في أعمال 7 في الأعداد 2-4 استفانوس بيعلن الحكاية دي، يقول أيها الرجال الإخوة والأباء اسمعوا، ظهر إله المجد لأبينا إبراهيم. يبقى ما كانش حلم، ده كان إيه؟ ده ظهور. يقول ظهر لأبينا إبراهيم وهو ما بين النهرين قبلما سكن في حرار، وقال له أخرج من أرضك ومن عشيرتك وهلم الأرض التي أريك. فخرج حينئذ من أرض الكردانيين وسكن في حران، ومن هناك نقلوا بعدما مات أبوه لهذه الأرض التي أنتم الآن ساكنون فيها. فالله عنده إمكانية أو في طبيعته أنه ممكن يظهر وأنه ممكن يتكلم الإله أنا كل مجد كرامة من الآن وإلى الأبد آمين.